بعد تصوير 3 أشهر متتالية وقبلها شهرين تحضيرات، انتهى المخرج السينمائي خالد يوسف من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد كارما، وهو من بطولة عمرو سعد وغادة عبد الرازق وزينة، وبدأ في عمليات المونتاج والمكساج النهائية استعدادا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة. ويشهد الفيلم عودة المخرج السينمائي للساحة بعد غياب 6 سنوات، ويعد التعاون السينمائي الثالث بين المخرج خالد يوسف وعمرو سعد بعد نجاح أفلام حين ميسرة، خيانة مشروعة، ودكان شحاتة.